بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا مولانا إذا شئت سهلا. نسألك العلم النافع والرزق الواسع والشفاء من كل داء، ونسألك أن نعي عنك ما ينبغي، وأن نفهم الرسالة التي من أجلها بعثت النبيين وأرسلت المرسلين. نسألك الفهم الصحيح في زمان اختلطت فيه المفاهيم، ونتشرف بأن نكون لك عبيدا لا لأحد سواك. وهذا هو مدار حديثنا أيها الإخوة في هذا اليوم المبارك. سنتحدث عن غاية الشعوب والأمم، بل غاية الإنسان على إطلاقه، بل إذا شئت فقل هو غاية كل مخلوق. ناهيك عن الإنس، كذلك الجن، كذلك الوحوش والطيور والحشرات، كل ما خلق الله. تتحد أيها الإخوة هذه المخلوقات في شيء واحد، وتسعى إلى شيء واحد مختلف صنوف الخلق. شوف البشر كم يختلفون، هذا الصنف اسمه بني آدم. وشوف أيضا الجن كم يختلفون، هم عالم غيبي غير مرئي. وشوف الوحوش والحشرات والبهائم والأسماك والطيور، لا تستطيع أن تحصي مخلوقات الله أبدا. لكن تلك المخلوقات والإخوة فيها وبينها ومعها قاسم مشترك يجمع كل تلك المخلوقات، تسعى لشيء واحد. حسب رأي هذا الشيء الذي تسعى إليه كل المخلوقات، كلمة واحدة من أربع أحرف فكرنا فيها مرة، فرغم مش صعب عليك مش امتحان انت، لكن هذا اسلوب من اساليب استحداث العقل على التفكير، اسلوب معتمد في التربيه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يستخدم هذا الاسلوب مع اصحابه، كثيرا ما كان يعرف انهم لا يعرفون، ولكن كان يقول لهم اتدرون من المفلس؟ وعارف الجواب، لا لا ندري. اتدرون فكذا؟ نعم يعرف انهم لا يدرون. هذا اسلوب سؤال تقريري، لما انت تواجه بسؤال تعمل الفكر على البحث على ايه؟ على الجواب. ما معضلك انسان متلقي، لا لازم تتفاعل مع المعطي حتى تستطيع ان تعي ما يقول. اذا مره اخرى، ما هو الشيء الذي يجمعنا نحن؟ ليس كبشر فقط، وانما كمخلوقين، بشر جن وإنس في المستوى إلى أطهر مخلوقات الله، حتى الحشرات التي نرى أو لا نرى تسعى لشيء واحد. حتى ريحكم، الحرية. نبدأ بالإنسان ثم نتدرج لغيا. أنت لو جاء إنسان أعطاك قصرا في الذهب وأعطاك أكلا وشربا، إيش بدك موجود؟ قل البس، لكنك مسجون بذلك القصر. في ناس تقول لك أرقل، ممكن يقبل جمعة جمعتين شهر، هو من ضيق العيش أرقل، لكن بعد مدة بدهم حرية، شيء بدهم يهرب. الإنسان أيها الإخوة على مدار التاريخ البشري، الحروب التي اشتعلت وسفكت فيها الدماء وسقطت ملايين الأرواح، هدفها بالتالي شيء واحد، بيجي العدو بده يستعد لك
تيجي انت بدك حريه. مظبوط؟ ايش ما يدور في العالم العربي كله؟ تلقاء شو؟ الحريه. ما كانت الحرب العالميه الاولى والثانيه وما قبل. ننزل للمخلوقات الاخرى لو جبت انت اجمل عصفور في العالم طائر حطيته في القفص واعطيته اسقيته طعمته سمنته درت بالك عليه وكبت في ارض بس افتح القفص بنساك ولا كان العالمين حريتي شيء سبحان الله الحريه ايها الاخوه شوف الله عز وجل خلقنا وأعطانا هامشا 100% في مجال الحرية ومن حقه علينا أن نعبده شيء هو الخالق ومن حقه أن يستعبدنا ولو بالقوة صح؟ شو هذا؟ أنتم معي بعد هل ربنا استعبدنا؟ لا قال لك من شاء فليؤمن بدك يكون عبد لله لو سمح ايش يكون الحر؟ ما أجبرك ما أرغبك أراك الحق وأراك الباطل أراك أن تكون عبدا أو أن تكون حرا تفعل ما تشاء كان يستطيع الله عز وجل أن يخلق البشر كالملائكة خلاص مأسورون موجهون محكومون بحرفين كاف ونون كن أمرا افعل أمرا ما عنده مجال للتفكير الملائكة يعني لما ربنا يأمر ملك أن يفعل راجع الشمس ولا يعصون الله امرهم ويفعلون على طول ما في تردد يعني لما ربنا امر جبريل ان يخسف بقرى خلاص ما في مجال لا حرام يخسف امراض ما في الحريه ايها الاخوه الله عز وجل اعطاها لكل الكائنات رحمه منه بهم السؤال كبير إذا كان الله قد فعل ذلك ليش أنت بتحتاج لأخوك الإنسان؟ ليه؟ إذا كان الخالق قد جاد بها على مخلوقاته فمن أنت؟ حتى تحجزها وتحجبها وتحتكرها منذ متى استعبدتم الناس ولدتهم إيه؟ أمهاتهم أحرارا أنت تولد حرا الحديث بقية بارك الله تعالى فيكم